يا طب ايه الفرق بين شبحانة الراب والشبحانة بتاعت المهرجانات؟ في فرق شايف؟ الاتنين بيتخانقوا. مش كده؟ اه هما بيتخانقوا يعني. ده بيغني ربنا بتي بلابا على بقى اللي ابدا، والتاني بيقول كلاب عليك كلاباش عشان بوبا لا انت اصحاب بيك كلاب بنضوب حلاب انت عطي بيك كبا. بس ايه في بقى بقى اللي راب انا بيتقال؟ بحبه جدا. لا عايزك تقولها لي تاني، بيقول ايه قولها لي تاني. الاولانيه ولا التانية؟ لا لا ولا التانية دي التانية العاب ولا كده. عليك بركه ده عبطوا له حدقه بقى عبطوا عربي شنتاب ليش شنتاب ليك بتاع عبطوا تريب ما كيلو على بطيري بطير وعطاني بحر اطيق بريح فرح ليش بحر تريب بحر بريب انت انت الحيف راح انت شكرا على ده. لو كلام من منغوليا ما يتقالش كده والله العظيم. الهليبي ده اسمه اللغه الهليبي الهليسيني. الهليسيني يا حول الله يا رب. يعني انا مش فاهم والله الحاجات دي بتتعمل ازاي. طب ايه اللي بيعملوه الموزعين دلوقتي يعني غير يعني كله دلوقتي بقى كمبيوتر واجهزه، الموزع بقى بيعمل ايه او الكمبيوتر هو وسيلة يعني. حضرتك انت دلوقتي في بقت ما الكمبيوتر. بقتش وسيله، ده بقت كله. لا لا لا، هو الموزع الحقيقي. تعال خلينا في الموزع الحقيقي. الموزع الحقيقي بيكون عنده برنامج ايا كان ايه هو نوع البرنامج، بيبقى عنده الات برامج شاريها، حاجات شاريها، جيتارات بقى اورجات وحاجات زي كده بيتعامل عليها عن طريق البرنامج. ولازم الالات الحيه اللي هي اللايف اللي زي الناس المحترمه العصر والنبي سقفوا لهم يا جماعه. النبي اعشقكم موت. الالات الحيه زي كمانجا القمر دي بتدخل في الاغنيه بتديها روح تانية بتديها جو حقيقي. انما بقى الناس اللي هم الموزعين اللي يعني احنا قصدنا عليهم شغالين يقول لك بقى ايه هات بقى الكمانجا دي من السيشن ده حطها كده اعمل لها البيتش بتاعها عشان مش عارف ايه مش اني غني وبربص ايه رايك في الماستر الشماعات الياماها البيضة في اسود الكدابه. بص يا باشا هات 30,000 جنيه. وما بيعملش حاجه هات 30,000 جنيه بس عشان يعملها له كمبيوتر. 30,000 جنيه على الكمبيوتر انت عايزهم دلوقتي ولا تاخدهم تنصيت ولا ايه؟ مش فاهم. انت اتشهرت فيديو بتعمل فيه كل الاصوات صح؟ اتشهرت قبل كده في حاجات فرح شعبي. لا 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 مش ده، كان 2016 كان عندي في باند اسمه تي ام تي بارودي، كنا ثلاثه كده بنقعد على السرير بنجيب الاغاني بنغير كلماتها لكلام كوميدي يعني. بس ده كان في 2016. بس بعد كده نمت شويه بقى يعني ايه لو اتسحلت في الشغل التوزيع والدوبلاج والكرتون والحاجات دي كلها. بعدين بقى كنا قاعدين في قعده لطيفه زي الفيديو اللي كان بيتعرض ده، كنت لسه مخلص حفله انا اصلا بلعب بيز لايف والله. فكنت بلعب مع جماعه اصحابي كده وبتاع، فكان احمد خشبه الممثل معانا وكده فقلنا نهزر، فالهزار جاب ترند. بس انا ما كانش قصدي قسما بالله يعني انا ما بصحاش الصبح كده صباح الخير خير خير عاملين ايه ني ني بجنيه طعميه ما فيش الكلام ما بيحصلش. طب لو انت شغال بالايكو كده على طول لا نزلت ممكن الشارع تاكس 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 يعني لا بس ما بص مش كل حاجه تقال فيها ايكو، لان بص انا ممكن اقول الناس جايه متاخره تكتشف انت بقى. ففي حاجات ما فمش ينفعش كله بقى. كلها ايكو. طب انت بتسمع لمين اصلا راب يعني او تراب؟ الراب والتراب عندي في مروان موسى حلوه قوي، في ويجز واخد سكه حلوه جدا لنفسه جديده، مروان بابلو يعني اللي هو بيحاول يعني. تفتكر كده واحد زي ويجز مثلا ممكن يعيش العمر اللي عاشه محمد منير مثلا يعني؟ بما انه يعني ايه يعني محمد منير حاجه مختلفه طبعا يعني ما بس كان منير في وقته ايامها لما دخل على الشباب كان داخل برضه بغنى روك نوبي وغنى وفي آلات غربي مصري كتير وآلات غربي وعمل توزيعات وكان برضه غريب شويه الى حد ما، لان احنا طالعين برضه من فتره عبد الحليم ومحرم فؤاد وفريد الاطرش. بس انا فكره ان الاغاني دي تستمر انا مش شايف انها ممكن شوف حضرتك يا استاذ احمد تقعد كتير يعني. شوف حضرتك يا استاذ احمد ايوه اتفضل اعيرني انتباهك. اتفضل اتفضل. الكينج محمد منير طبعا في بدايه ظهوره اكيد اكيد في ناس من اللي كانوا بيسمعوا الاستاذ محرم فؤاد واستاذ عبد الحليم وام كلثوم والناس دي الفطاحل طبعا كانوا بيقولوا هل منير يقدر يكمل زي نفس السؤال اللي حضرتك بتساله بالظبط. فكل مرحله وليها الشيب بتاعها ليها شكلها. لا بس منير ما عدتش كتير الحكايه ديت واثبت وجوده. هو عشان يعني هو ما كان قعدش سنه واول ما طلع بعد كده كسر الدنيا. هو واستمر. انا مش بتكلم على انه طلع او ما طلعش، انا بتكلم على الاستمرار. هل ممكن الاغاني اللي زي دي اغنيه ممكن تقعد فيهم 30 سنه و40 سنه وممكن تسمعها بعد كده ولا دي كلها حاجات هتترمي؟ والله
والله انا برايي المتواضع الذي ليس اللعب والجري العام الليل والنهار. اتفضل حضرتك. انا بقول ممكن في حاجات تكمل وممكن ما يكملش، بس احنا في زمن. انت بتضحك ليه؟ ده على طول. انا كنت عايز اقول رايي الذي ليس له قيمه، ما عرفتش اقولها، قلت اي حاجه، ما بتحرجناش. انت لم تقل اي شيئا، معلش احنا بنتكلم. طب يا منفس، هقول لك كلمات كده وقول لي ممكن تعملها ولا لا. كلمات يا منفس النفس، يا منفس، يا منفس النفس، النفس انا. ده انت اللي بتحلم توصل له، انا عملته من سنه. اديني 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 عجم كده، عجم. لا 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 ممكن اشوف الكلام؟ الكلام بس اشوف. خد. عشان انت عسل، خش على اللي بعده. اديني قول اسل قل قل قل. يا النفس يا النفس بتتوب ليه؟ يا النفس ولا ولا ولا